في بنت بالجامعة عجبتني كثير وأنا بحبها بسنين وحابب ارتبط معها. أيوه مين هالبنت؟ عبلة. شايفتيها معي مرة قدام باب الجامعة. شو بابا؟ نحن لازم نعرف أصل وفصل البنت. أنا رجل أعمال مهم بالبلد. لازم نكون حريصين على المستوى العائلي للبنت اللي بتصير كبنتنا. بعدين أنت ابني الوحيد. ليك أبني أنت على شو مستعجل؟ ليك يا بنت خالتك قدام عيونك شباب. مظبوط. مستواهم العائلي كثير مهم ومستواهم المالي حتى والمادي كثير مهم. بكفي إنه المجد عديلي. فأنا حريص إني زوجك بنت بهذا المستوى. ليك ليك أبني أنا البنت شفتها باين عليها يعني مو بنت ناس اكابر مو بعادين كثير يعني حتى لبسهم يعني شرشحه كثير كثير لك ابني. شو هالحكي لك يا امي؟ هلا صار الفقير ماله بني ادم؟ على فكره عبله بنت كثير مثقفه ومخها بيوزن بلد. انا بنت خالتي ما بدي اتجوزها وهذا اخر كلام عندي. انا حبيت لكم شو بدي ساوي مشان ما تتفاجئوا بعدين. بالاذن. عجبك؟ لا والله ما عجبني. ما توقعت منه هذا الحكي نهائيا. حبيبي انا ما بدي تعادي اهلك كرمالي، يعني ما بدي يصير مشاكل بسببي حتى لو اضطريت تتركني. هلا هيك يا عبلة؟ هيك بتتخلي عني باول مطب بهالسهولة؟ والله العظيم ما عم اتخلى عنك، بس هن ما رضيوا انه تتجوزني وانا ما بدي يصير مشاكل بسببي. شوفي يا بنت الناس، أنا من أول شيء قلت لك أنا بحبك وأنا ما بتسلى بهي المحبة، أنا بحبك وشاريكي. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ كيف بدنا نتجوز؟ شو بدنا نتجوز؟ نحن الاثنين خريجين جامعة ومعنا شهادات، بنشتغل بشهاداتنا. نشتغل بشهاداتنا. يلا ماما خليني اسكب لكم الشايات. يي لك امي هيك الواحد بيطعمي اخوه. اياد اعطيني محارم من عندك حبيبي، بنتك خربت الدنيا. ايه تكرم عينك حبيبتي يلا ها. على عيني وراسي انتي ونوها خانم. هاي ماما تعي. عين رايحة الشغل حبيبي؟ لك ايه اليوم لانه عنا صفقة مهمة كثير، يا رب اذا بتزبط رح ناخذ ارباح كبيرة كثير. إياد عن جد شكرا. على شو حبيبتي؟ على المحارم؟ على كل شيء حبيبي. أنا بعرف إنه مقصرة بالشغل بس يعني شوفت عينك البيت والأولاد. لك شو هالحكي لك يا عبلة؟ ما أنا بعرف بكرة بس يكبروا هالأولاد ويصيروا قد المسؤولية بترجعي على الشغل. هلا أهم شيء ديري بالك عليهم وعلي. أنت والأولاد بعيوني. لك خلي لي عيوني قسما بالله مو جاي على بالي روح على الشغل، جاي على بالي ضل قاعد معكم. لا حبيبي لازم تروح على الشغل، عنا دفع اجار البيت. اه صح عنا دفع اجار البيت. ايه مزبوط معناتها لا لازم اروح على الشغل. خاف اياد ما تستعجل هالطريق بعرف سواقتك. لك لا مثل العاده 140. الله يحميك. بس امي سمعوني. الو اهلين مين معي؟ ايه انا مدامته. مين؟ للمشفى؟ شوفي؟ إياد! إياد! صاحب البيت قلاني أنا وولادي من البيت. بيت أهلي هدوا بالعشوائيات بعد ما ماتت أمي. والسيارة راحت بالحادث. عمي أنا مالي حدا بعد الله غيركم. لك بعد ما توفى ابني بسببك بكل عين وقحة جاي لعنا كمان؟ أنا شو عملت؟ ياد مو وقت الحكي هلا. فوتي يا بنتي فوتي البيت بنتي. تعي جدتك تعي حبيبتي تعي تعي يا روحي تعي. صدقوني
أنا بعمري ما هان علي المشاكل اللي بينكم وبين إياد. الله يرحمه. وطول الوقت كنت عم بترجاه مشان يصالحكم، بس هو ما رضي. إيه تتركيه؟ مو بتضلي لزقانة فيه؟ والله ما قدرت. بحبه كثير. بتحبيه؟ بتحبيه ولا بتحبي المصاري؟ لا قوة إلا بالله. إياد الله يرضى عليك، خلصت بقى. إياد الله يرحمه راح. ما صفي من ريحته غير عيلته، بدنا نحافظ عليها. بعد إذنك مرت عمي، أنا لو بحب المصاري كنت تركته لإياد من أول ما قلعتوه، كنت ما ضليت معه. أنا عشت معه على المرة قبل الحلوة، وصرنا نشتغل ليل نهار حتى نقدر نطعمي هالولاد. ولك حاجة بقى، حاجة تسوحي وتنوحي وتعملي لي هدول شغل الشحادين. اصلا ابني لو ما اشتغل هي الشغلة القاسية ما كان عمل الحادث بسببك. امي ياد خلصنا بقى، هذا الشيء راح ومضى، وابن ما الله يرحمه بيهمنا عيلته هلا. قصدك ولاده؟ وهو رؤوف سميناهم على اسمائكم، لأننا بلكي بيوم من الايام بتحنوا علينا. هدول الولاد ولادنا ونحن مسؤولين عنهم، ومثل ما ربينا ابوهم نحن كمان بنربيهم. انا ما بدي غير هيك. ايه بس حبيبتي انت ما لك شغل عنا، بترجعي محل ما كنتي. ايه لا ما حذرت يا مياد، الولاد ما بينحرموا من امهم، امهم بدها تعيش معهم هون بالبيت. ايه ماشي، ما نخليها تعيش معنا هون، بس عندي شرط واحد ما عندي غيره. ايه شرطي شو ما بدك، بس تركيني جنب ولادي ما تحرموني منهم. بتعيشي معنا هون خدامة، فهمتي؟ ماما استني اشربي الشاي مع السندويش. يا اختي حبيبتي خد ماما. صحة وهنا. تركي من ايدك، فوتي جلي الجليات. جليت الجليات ونظفت المطبخ وحضرت لطبخة الغداء. ما أنا طحت الكوي حبيبتي، وكوي الكويات. ايه على عيني، بس خليني فطر الأولاد بالأول. الأولاد ما لك علاقة فيهم، أنا فطرهم. فوتي أنت لجوا. كيف يعني هدول أولادي؟ هدول أولاد ابني إياد، ولازم أنت ما تنسي هذا الشيء. آه بعد شوي جاي النجار بده ياخذ مقاس الغرفة اللي جوا الفاضية، لأنه بدي أعمل الغرفة للولاد لحالهم. بس ولادي ما بيناموا غير جنبي. بس الولاد كبروا ولازم يستقلوا لحالهم. ايه بس المفروض تاخذي رأيي قبلها. انا ما سمعت، ما سمعت. بدي اخذ رأيك انت، بدي اخذ رأي وحده شرشوحه. ليش هيك حكيتي معها؟ رحميها بقى، رحميها. أنا حرة، بحكي يلي بدي إياه، أنا صاحبة البيت هون، وأنا المسؤولة عن الولاد، اللي عجبه عجبه، واللي ما عجبه ينقلع. يعني شو؟ قلت له جدك روح لبناتك روح. لك انت شو اه؟ شو بس فهميني؟ ما حنا قلبك بعد كل هالسنين، انا البنت الوحيده اللي ابنك حبها، انا مالي خدامه، انا بحفادك. ولك وطي صوتك احسن ما. احسن ما شو؟ بدك تضربيني؟ بدك تزليني اكثر وتمزحي بكرامتي الاراضي؟ احسن ما هيك برات البيت. اي ما رح استنى لتقلعيني، انا رايحه لحالي. لك والله اذا بشحت وباكل خبز يابس ماني ضاله عندك. وينك؟ الولاد بيضلوا هون، ما بيطلعوا من هون غير على جثتي، فهمتي؟ نهى رح اتركها عندك، بس رؤوف صغير وبحاجتي رح اخذه معي. ماما نهى، انا رح اجي كل فتره لهون اطمن عليك. ايه؟ ديري بالك حالك. فوت ماما، فوت نضب اغراضنا. تعي مها، تعي حمك، تعي. مروان
هي رح عمل الأستاذ روف. شو عم تحكي؟ يلا شاي شاي. شبا ليش هيك وشك أصفر؟ شو في؟ شو صاير؟ بدك تحكي؟ بدك شو في؟ الباص اللي كان راكب فيه عبلة ورؤوف عن الحارس وماتوا. رايح شوف شو صار. بموتة أمي وأخي، الله لا يسامحك.